البوز. اليوم البوز كما تواصل الكل باش تحكي على الاحداث الاليمه اللي صارت مؤخرا واستهدفت المره هذه الامن الرئاسي، عمليه خليت الناس الكل في حاله تاهب، حكومه ومعارضين ومواطنين. زاده الوحده الوطنيه، الحرب على الارهاب، هما اهم ما سمعنا عنه واللي طرقت له كل الاطراف السياسيه. هو زاده ما جاء في كلمه رئيس الجمهوريه نهار 3 في الليل اللي كان واضح، كي قال ولا شك ان هؤلاء الارهابيون يحبوا ينالوا من قدرتنا على مجابهة هذه الأوضاع، ويحبوا يدخلوا الرعب في قلوبنا وفي قلوب أبناء الشعب. وأنا من هذا المنبر أقول أن الرعب سينتقل من هنا إلى هذه الإرهابيين، وكما سبق أن قلنا نحن في حالة حرب ضد الإرهاب، وسنباشر هذه الحرب بما يجب من عتاد ومن عدة ومن رجال، وأن النصر سيكون حليف تونس دائما. الحزم كان واضح على رئيس الجمهورية اللي أعلن زاد عن 3 قرارات، وهما الأعلان عن حالة الطوارئ لمدة 30 يوم، وحظر جولين في تونس الكبرى بين 9 متاع الليل والخمسة متاع الصباح. ثالث قرار كان يخص اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي. الاجتماع هذا صار البارح صباح وكان خرج بجملة من القرارات انتظروها توانسة بفارغ الصبر. قرارات اختلفت الآراء حولها بين وضوح صرامتها وجديتها، وبين أنها قرارات جيدة في انتظار التنفيذ. حبيب الصيد وهو يعلن عن القرارات هذه كان متأثر برشا، وكان التأثر واضح على ملامح وجهه، وزاد اعطانا حصيلة العملية الإرهابية في بداية الكلمة متاعه. على إثر العملية الإرهابية الجبانة تم اغتيال 13، منهم 12 تابعين للأمن الرئاسي تم التعرف عليهم، و واحد ما تمش التعرف عليه وقاعدين حاليا في القيام في العمليات للتعرف على الجسد هذا. وكان هناك 23 جريح، ما بقى منهم حاليا في المستشفيات كان 18 جريح. جل السياسيين أجمعوا تقريبا على الحرب على الإرهاب، الثقة في الدولة والوحدة الوطنية. هذه ما يجريبي تتكلم. من ماسكين بزمام الحكم هم مسؤوليتهم قيادة هذه الحرب، ولكن حتى تنجح هذه الحرب يجب أن يقودها كل أطراف المجتمع، الإعلاميين، السياسيين، الإعلاميين، المربين، الناس كل. وهذاك علاش نتحدث على خطة شاملة لمقاومة الإرهاب، وهذاك علاش نقول ضرورة أن يكون هناك مؤتمر لمقاومة الإرهاب حتى كل واحد يعرف دوره، وحتى الناس الكل تقوم في إطار واحدة، نكملوا بعضنا الكلنا ضرورة. الحرب ما تخاضش بصفوف مفرقة ولا بتناحر ولا بوهن ولا بضعف، الحرب تخاض يد واحدة وجهة واحدة. نعم. برنامج واحد، يد واحدة وجهة واحدة برنامج واحد، تقول ما يجري بي. رشد الغنوشي زاد في تصريح ليه كان قال يعني نحن لازم نجد ثقتنا جميعا في حكومتنا وفي رئيسنا وفي جيشنا وأمننا، ونترك المسائل الفنية لا شك نتركها للأجهزة الرسمية. تجديد الثقة في الحكومة والرئيس والدولة، رشد الغنوشي حكي زاد على الوحدة. إعلاميون لازم يقوموا بدورهم، المفكرين والمثقفين لازمنا نتجه إلى عقد مؤتمر وطني في أقرب وقت لمواجهة الإرهاب، ونبتعد فيه عن كل التجاذبات. ثم عدو واحد يستهدف اليمين واليسار، الإسلامي وغير الإسلامي، كلهم مستهدفون، ولذلك لازم يكون مؤتمر الوحدة الوطنية في مواجهة الإرهاب. كما كنتوا تسمعوا دعوة لعقد مؤتمر وحدة وطنية لمجابهة الإرهاب، ما طرقلوش راشد الغنوشي فحسب، برشا سياسيين طالبوا به. وزاد الرباعي الراعي للحوار كان اجتماع ولا عقد اجتماع البارح، وطالب كيف كيف بالوحدة وزاد بالمؤتمر الوطني. موقف تبناه بطبيعة الحال الاتحاد، ما انه جزء من الرباعي الراعي بالحوار، وهذا يقولوا بالقسم العيري. للأسف هذه العملية الجبانة مدانة بكل الطرق وبكل الأشكال، والدعوة لكل المواطنين وكل شرائح المجتمع التونسي من أجل التوحد مواجهة الإرهاب، هذه الآفة اللي مش مستنسين بها. الاتحاد على استعداد تام مع كل مكونات المجتمع المدني والسياسي نحو إنجاز المؤتمر الوطني لمقاومة الإرهاب. حمل همامي على غير سياسيين طلب أكثر واقعية وأكثر جدية وأقل حديث. فاعتقادي اليوم بعد الشيء اللي يحصل
يزم الخطب العامة وشعارات العامة على الوحدة الوطنية وعلى الأخوة وغيرها، اليوم المطروح ما هوش إجراءات جزئية داكوردو حالة الطوارئ ولا حظر الجولان، هذه عندها ربما انعكاسات أمنية في محدودة، ولكن اللي حشنا به ثم سياسة كاملة يلزمها تتغير في التعاطي معناها الإرهاب. سياسة كاملة للتعاطي مع الإرهاب، هذا كان تصريح حمل همامي المنصف المرزوقي، هو زاد كان بدوره ألقى كلمة كالآتي: أنا أقول لكم الإجابة الوحيدة على هؤلاء الناس هو أنكم تثقوا في أنفسكم، تثقوا في بلادكم، تثقوا في العالم، تثقوا في هذه الدولة، وأن تواصلوا العيش بكيفية طبيعية، لأن هذا هو سيكون الرد المفحم على هؤلاء المجرمين. الثقة في النفس، الثقة في العالم، الثقة في الدولة، هذا اللي قاله المنصف المرزوقي. الهدف الثاني بتاعهم هو بث البلبلة في المجتمع وهز أركان الدولة، الأحزاب تدخل في بعضها، الناس تدخل في بعضها، الناس تخول بعضها، الناس يعني تلوم بعضها، الناس تحمل مسؤولية على بعض، هذا كله مش وقته. اليوم الخلافات السياسية اللي هي طبيعية في كل مجتمع اسمها يعني تتراجع أمام الخطر الذي يتهددنا جميعا، أمام الخطر الذي يتهدد المجتمع والدولة. اليوم يسمنا كلنا يد واحدة وراء العلم وراء الدولة. كما كنتوا تسمعوا، الابتعاد عن التجاذبات السياسية، الوحدة الوطنية، الثقة في الدولة أهم ما تقوله كل الأطياف السياسية معارضة قبل الحكومة. قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي في المجمل القات استحسان في انتظار التنفيذ وانتظار المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب. هذا الكل ما نجم يكون كان صفعة في وجه الإرهابيين، الناس هذه اللي تسعى بكل الطرق للهزم من معنويات الشعب والمس من كيان الدولة، للإرهابيين اللي يفرحوا كي يلقاو مواطنين خايفين ما يخرجوش من ديارهم، للإرهابيين اللي يفرحوا كي يلقاو صراعات سياسية بين مختلف الأطياف السياسية. ونقول لكم شكرا من أعماق القلب، أنتم نجحتوا أنكم توحدوا صفوف شعب وسياسيين ومعارضين ومجتمع مدني وإعلام ومواطنين، يد واحدة، كلمة واحدة، وموقف واحد، ثقة في الدولة، ثقة في رواحنا، وحدة وطنية، وهبة خاصة وطنية للقضاء عليكم، يد واحدة، رجال ونساء صغار وكبار. ونقول لكم بصوت واحد أن النصر سيكون حليف تونس، سننتصر على الإرهاب. تحية تونس، تحية الجمهورية. الباس اسمه مزيان.